طيب دي آخر حاجة كنا وصلنا عندها اللي احنا هنتكلم فيها هنا على الويب هول. الرامات اللي بيبقى فيها سيلينج رام بيبقى دايما فيها هول صغيرة في الانترميديت فلانش. الهول دي لو دمعت او نقطت فلويد سواء هيدروليك فلويد او فلويد من الويل او ووتر لو انت بتعمل بريشر تيست بيديك انديكيشن ان انت عندك انترنال ليك. البرايمر شافت سيل اللي موجود على الشافت نفسه في سيل كده بيكون حصل له دمج فبدأ ما الليك ده يكمل جوه الرامة وما تشوفوش بيجي يطلع لك من الفنت ده او الويب هول للاتموسفير. فساعتها بتانديكيت انه في ليك انترنال ليك في الرامة فساعتها بتحتاج تعمل بليد اوف للبريشر تفتح الرامة وتغير البرايمري شافت سيل اللي هو في الاريا دي. ده كروس سيكشن للشافت جوه الرامة وده البرايمري سيل. لو اتضرب الفلويد من ناحية الويل هنا هيجي يمشي كده يروح يفنت من الويب هول تو اتموسفير تشوفه على السيرفس بار. تمام دي بتانديكيت لكل رام اللي هو سيلينج رام. طيب في بعد كده هنتكلم على السنجل رام بي او بي اللي هو السيفتي هيد او ساعات بيسموه الشير سيل بي او بي او سيفتي بي او بي اللي هو لاست اوبشن او التيرشري بارير. الويل كنترول بارير الاخير اللي هو لاست اوبشن تستخدمه علشان ساعتها تعمل كت او شير للكول تيوبينج وسيل للويل في نفس الوقت. طيب ليه بنحط السنجل رام دي؟ عشان نزود الكابابيليتي بتاع الشيرنج كاباسيتي بتاعت البي او بي ان كيس اوف. طبعا بنستخدمه لو في هاي بريشر جاز ويل بيسايد النورمال بي او بي او حسب الكلاسيفيكيشن او المانوال بتاع الشركه نفسها. طيب السنجل رام ده او السيفتي هيد بتحط فين؟ بتحط اباف على طول الكريسماس تري تمام من غير اي كونكشن تحتيه علشان ده يبقى لاست اوبشن. ما فيش اي كونكشن تحتيه تليك. لو ليكت اي كونكشن ما بينه وبين الرام وزود كنترول البي او بي الكواد يبقى الاوبشن انك تستخدم السيفتي هيد تو كات الكول تيوبينج. لما تيجي تستخدم السيفتي هيد او الشير سيل لازم لو انت على البوتوم لازم تطلع اوف بوتوم 10 قدم مثلا وبعدين تقط بالشير سيل فيقوم في سبيس يقع فيها الكول تيوبينج بلو الكريسماس تري فالفز وبعدين تقفل الكريسماس تري فالف تو سكيور الويل. لو ما طلعتش البوتوم الكول تيوبينج هتبقى كروس ستيل الكريسماس تري مش هتعرف تقفل الفالفز بتاع الكريسماس تري. واضحه يا شباب؟ نعم واضح. طيب هنا عندك طبعا سيلينج موجود عشان يعمل سيل بعد القط نفسه والشير سيل ده ليه سيبريت كنترول بانل يعني تاكتيفه من نفس المكان اللي هو اوتسايد اللوكيشن اللي هو فيه الاي اس دي بوتوم اللي هو امرجنسي شت داون بحيث تعرف تتحكم فيه ليه هيدروليك سيستم بعيد عن الهيدروليك سيستم العادي بتاع الكواد بي او بي ده اكوردنج للاي بي اي بوزيشن ايميديتلي اباف كريسماس تري على طول. بس هذا منين راح ينقطع؟ منين يقطع؟ يعني بيقطع منين ازاي؟ هو هذا مو شير يعني هم يقطع شير شير وسيل يقطع الكويل ويسيل الويل ويضرب الكويل تيوبنج في الويل. يعني انا هقطع الكويل تيوبنج باخر واحد اخر رامه ده ملوش علاقه بالكواد بي او بي الكويل تيوبنج هيقع تحت في الويل عشان كده لازم تبقى في بوتوم في الويل وبعد كده هيبقى هو مقفول عامل سيل وتقفل بعد كده كريسماس تري فالف يبقى كريسماس تري قفله وزود كول تيوبينج انسايد. تمام تمام شكرا. يعني كانه بلايند شير مع بعض كانه كده بس ملوش علاقه بالكواد بي او بي خالص. طيب ده الانالر تايب بتاع البي بي اللي احنا قلنا عليه اوبشنال ممكن تستخدمه لو بترن لونج بوتوم هول اسمبلي اللي هو في ديفرنت سايز من البي اتش اي او من الكول تيوبينج فممكن يعمل سيل على ديفرنت شيب
طبعا ده بي بي بياخد بريشر هيدروليك بريشر تو اكتيفيت، يبقى ده مش بديل للبرايمري بارير اللي هو الستريبر، هو باكنج اليمنت بس لما بتحتاج بتاكتيفه بالبريشر عشان يعمل سيل، تمام. لكن في النورمال هو مفتوح وبعيد عن الكول تيوبينج، وممكن نستخدمه اوبشنال لو عندك لونج بوتوم هول اسمبلي رانينج انسايد الويل. بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن باكنج اليمنت اهو وهيد وبيستون، تدي بريشر في الكلوز، البيستون بيتزق يعمل سكويز للباكنج اليمنت ده يقفل حوالين الكويل تيوبينج بايب في الهول، تدي بريشر في الطب هنا البورت ده بتاعت الاوبننج يبدا يزق البيستون يريح الباكنج اليمنت حوالين البايب ويفتح، تمام. ده الانولر تايب بي او بي، ده اوبشنال ممكن يستخدمه وممكن ما تستخدموش، مش مانداتوري في الريجنج اب بتاع الكويل تيوبينج. اهو ده الكومبوننت بتاعته، هتلاقي هنا كلوزنج بورت وهنا اوبننج بورت، الكلوزنج يبوش البيستون يعمل سكويز، والاوبننج بورت يبوش باك البيستون يعمل ريتراكت، وده الباكنج اليمنت اللي افوت شايك عليه فروم تايم تو تايم، وده البيستون. طيب هنيجي بعد كده نتكلم على حاجه اسمها اوبشنال، طبعا بتركب مع الريجنج اب، اسمها فلو تي او بامب انصاب. البامب انصب ده اوبشن طبعا بتستخدمه في البامبنج او سيركوليشن او بليد اوف، بيبقى موجود دايما تحت الكواد بي او بي واباف الشير سيل، بحيث تعرف تاخد منه ريتيرن او تسيركل منه او تعمل منه بريشر تيست او فنت. فده يستخدم في السيركوليشن، لكن الكيل لاين الموجود في البي او بي ده يستخدم اونلي في الورك كنترول فور كيلينج الويل امرجنسي بروسيدر. وطبعا البامب انصب ده لازم يبقى في فالفين هنا ايزوليشن فالف، واحد فيهم بيبقى هيدروليك واحد مانوال، او لو مفيش حاجه هيدروليك هيبقى الاثنين مانوال، لازم يبقى في باك اب بارير. دي سم يعني مانوال موجود بيقول لك الميديوم بريشر ستاك الريجنج اب يبقى شكله عامل ازاي لو من 0 ل 3500 بي اس اي. طبعا كويك يونيون كونكشن ده بطلنا نستخدمه، كلها دلوقتي فلانشات. بيبقى كده جوز نيك انجكتور ستريبر واحد بس فلو كروس كواد بي او بي رقم 5 شير سيل وكريسماس تري. لو الكاتيجوري بتاعه من 3500 ل 7000 جوز نيك وبعدين انجكتور هيد ديوال ستريبر، طبعا وانا كاتب لك الكيسز use with high pressure corrosive environment فيها H2S و annular BOB ده optional هنا. بعد كده كواد BOB واحد وفي كواد تاني هنا كمان غير الرايزر، وفي flow cross with double isolation valve، وبعدين حاطط في الآخر الشير سيل BOB. طيب دي تاني تذكيرا بالكول تيوبينج بريشر بارير، ده البرايمري بارير الستريبر اسمبلي، السكندري بارير هو البي او بي سواء كواد او كومبي كومباينيشن، والتيرشري هو الشير سيل. طيب هنيجي بقى عايزين نعمل تيست للبريشر، بريشر تيست للبريشر كنترول اكويبمنت للبي او بي انكلودنج الرايزر انكلودنج الستريبر وكل الكلام ده انكلودنج الشير سيل. طبعا الحاجات دي بتعملها تيست في اليونت في الوركشوب وبيجي معاها تشارت للماكسيمم بريشر بتاعها، لكن لما نعمل نبل اب للبريشر كنترول اكويبمنت على الكريسماس تري بيبقى الليميت بتاعنا او اكبر بريشر ممكن نروح ليه هو اصغر بريشر موجود في السيستم اللي هو ممكن يكون الكريسماس تري فالف. فلو كان مثلا كريسماس تري 3000 يبقى اقصى حاجه ممكن اتست بيها بريشر كنترول اكويبمنت بتاعتي هي 3000، او ممكن اخد سيفتي فاكتور لحد مثلا 2800 بي اس اي، تمام. طيب البريشر كنترول اكويبمنت بيتعمل لها بريشر تيست بووتر طبعا عشان كلين مش كومبريسبل فلويد طبعا، ولازم يتعمل لها بريشر تيست بالبامب قبل ما افتح الويل واعرض البريشر كنترول اكويبمنت للبريشر بتاع الويل، عشان لو في ليك مش هتعرف تعمل كنترول على الهيدروكربون الريليز فروم ذا
البي او بي او اللوبريكيتور او الرايزر. طيب كل حاجه بتعملها تيست لو تيست وهاي بريشر تيست. اللو تيست اكوردنج للاي بي اي بيبقى من حوالي 250 350 او 200 300 ماكسيمم 500 بي اس اي، ولازم ابدا بيه الاول عشان بتست هنا السيلينج اليمنت طبعا اللي بتعمل سيل للبريشر، وبعدين من اللو اطلع للهاي. ما ينفعش اطلع للهاي عشان ديفورميشن وشكل الباكنج اليمنت وارجع لللو. تمام، يبقى يا اما تعمل بليد اوف بعد اللو تطلع للهاي، يا اما من اللو تطلع للهاي. كله طبعا ريكوردد على التشارت. فبريشر تيست البوتومول اسامبلي، ولازم طبعا نعمل فانكشن تيست البوتومول اسامبلي على السيرفس، ولازم كمان نعمل بول تيست على الكونكتور اللي بيركب، ولازم نعمل بريشر تيست على الانترنال بارير. ايه الانترنال بارير للكول تيوبينج اصلا؟ احنا قلنا البرايمري ستريبر، السكندري بي او بي، التيرشري، الشير سيل بي او بي او السيفتي هيد. دول بيعملوا سيل اراوند الكول تيوبينج في الانلس اريا حوالين الكول تيوبينج. طيب فروم انسايد الكول تيوبينج عشان امنع البريشر لو حصل كات للكول تيوبينج على السيرفس، ان البريشر ما يحصلش ريليز على السيرفس، يحصل فلوينج. ايه بقى الانترنال بارير للكول تيوبينج يا شباب؟ توتشينج فالف، التو تشيك فالف اللي هو الدول تشيك فالف الموجودين مع البوتوم هول اسامبلي، ده البرايمري بارير فروم انسايد الانترنال للكول تيوبينج. طب لو حصل فيلير للتو تشيك فالف والكول تيوبينج اتقطعت على السيرفس او اتكسرت، ايه السكندري بارير اللي انا اعرف اعمل بيه كنترول على الويل انترنال عشان اوقف الفلو من جوه الكول تيوبينج؟ السكندري بارير هنا هيبقى ايه؟ احنا كده قلنا الانترنال برايمري بارير هو التشيك فالف، السكندري بارير هنا هيبقى الشير رام بتاع الكواد بي او بي، هتضطر تقطع الكويل تيوبينج عشان تستوب الفلو اللي جاي وبعدين تقفل البلايند فوي. هو انا قصدك هو منقطع من جوا بس بالسيرفس. بالظبط، لو اتقطع على السيرفس في فلو والكويل تيوبينج، الكويل تيوبينج التشيك فالف فيلد، فلازم يبقى فيه تيرشري وبرايمري وسكندري وتيرشري فروم انسايد. البرايمري هو اللي تشيك فالف، لو فيلد وفي كات للكول تيوبنج على السيرفس يبقى الشيرز الشير بتاع البي او بي هو بتاع الكواد بي او بي هو اللي قطع لك ويعمل لك سيل، هو اللي سكر الويل. طيب التيرشري هو بقى الشير سيل في الحاله دي، اللي هو الشير سيل في الحالتين سواء انترنال اور اوتسايد الكول تيوب. تمام، طيب البريشر تيست زي ما قلنا بيرفورم لو بريشر تيست وهاي بريشر تيست. طبعا الهاي بريشر تيست في معظم البوليسي بتاع الشركات بيطلع للماكسيمم اللي هو بتاع الويل هيد، اللي هو مثلا الجينس السواب فالف بتاع الكريسماس تري. لكن في بعض الريكومنديشن اكوردنج للاي بي اي، في بعض الشركات بتفولو الريكومنديشن وبعض الشركات ما بتعملش فولو. ليه؟ بيقول لك على السايت ممكن تعمل تيست هاي تيست بريشر تيست يعني 1.2 ل 1.3 لماكسيمم ويل هيد بريشر متوقع على السيرفس. يعني مثلا لو الماكسيمم كان 1000 يقول لك بدل ما كل مره تعمل بريشر تيست بقى 3000 بي اس اي، لا نعمل مثلا ب 1300 بي اس اي. او في ناس بيقول لك بعض الريكومنديشن 10% اباف الماكسيمم ويل هيد بريشر، يعني مثلا 1100 من 1000. طيب ليه الريكومنديشن دي موجوده؟ طبعا المور سيف انك تعمل بالريتد وركينج بريشر بتاع الكريسماس تري الاقل او البريشر كنترول اكويبمنت نفسها. لكن الريكومنديشن دي اتوجدت عشان بيقول لك كل ما انت مثلا عندك 500 بي اس اي على السيرفيس مش محتاج كل مره تضرب التيست ل 3000. ليه؟ بيقول لك المور بريشر تيست للاكويبمنت نفسها بتاعت البي او بي الماتيريال بيعمل مع الوقت فتيج للميتال بتاع البي او بي، فعشان كده هو حط الريكومنديشن دي. لكن في بعض الشركات بيبداوا اول تيست يعملوا له الماكسيمم وبعد كده السبسيكوينت ياخدوا البوليسي دي يطبقوها. وفي بعض الشركات بتتشدد جدا ويقول لك لا كل التستات ده والكنترول كلها اب تو الماكسيمم عندك اللي هو مثلا الريتد وركينج بريشر بتاع الكريسماس تري او الويل. تمام،
طبعا التست عشان نمنع تكوين الهيدريت زي ما قلنا في اول يوم، بعض الاحيان بيتعمل بميكشر ما بين الووتر والجلايكول نسبه 50-50% من الفوليوم او 60-40. طيب ما ينفعش قبل ما تعمل ليفتنج للويل بالنيتروجين انك تعمل بريشر تيست للكول تيوبنج بالنيتروجين، ده مش صح لانه النيتروجين غاز والغاز هيعمل اروجن للكول تيوبنج فروم انسايد وهيقلل اللايف بتاعه الكول تيوب. طبعا انتوا عارفين كل جوب بيتعمل لما الكول تيوبنج تيجي جديده بيبدا ياخد نمبرز او فاكتور كده بيزد على كام رنة والبريشر والكلام ده طالع نازل والحوارات دي، ويقول لك في الاخر ان الريميننج لايف مثلا بتاع الكول تيوبنج مثلا بقى 80% بعد كل جوب 60-70 هكذا. امتى اعمل ريجكت للكول تيوبنج من السيرفس اصلا؟ لما توصل تستهلك بنسبة قد ايه؟ هذا تعتمد على يعني جوبات لو على هو الفترة الزمنية؟ لا مش بعتبر، لا بتعتبر على الجوبات طبعا. انت بتجي لك الكول تيوبينج نيو، السيميوليتر اللي بترنه في اليونت ده بيبدا يحسب بقى التنسايل فورس والكمبريشن ويحسب البريشر انسايد ويحسب كم رن عملتها في الجوب، ويجي بعديها يعمل لك استيميشن كده يقول لك الكول تيوبنج دي مثلا كانت 100% وكونسيومد مثلا 10% 10% من اللايف بتاعها، ويبدا مع كل جوب حسب السيريال نمبر بتاع الريل نفسه يقول لك الريل دي كل فتره بيستهلك بطريقه معينه نسبه معينه من العمر بتاعها الافتراضي. عند قد ايه في البوليسي بتاعت مثلا شامبر جير او الشركات الانترناشونال بيبدا يقول لك خلاص كده اناف الكول تيوبنج دي مش هينفع نستخدمها تاني في الاوبريشن، لما كونسيومد قد ايه البرسنتج بتاعتها قد ايه من اللايف بتاعها؟ بصراحه ما اعرف مو متاكد، بس الشامبر جير اللي تطلع روحها يلا الذبه. ما ماشي، هو كل الشركات عايزه تكسب اكيد، بس في ليميتيشن عشان السيفتي، ما ممكن الكول تيوبنج دي تتقطع منك في اي وقت تعمل لك مشاكل وتدخلك في لوست تايم وتدخلك فول كنترول وتدخلك في مصيبه يعني وتخليك تخسر اكتر من الريل الجديده، صح؟ مستعدين. فهي البولس بتاع معظم الشركات 80% اعتقد شامبر جير 70 80 شامبر جير 80. لما توصل ل 80% من ال تطلع روحها، ما هو 80% طلعت روحها انت هتطلع فين تاني؟ ف 80% من اللايف بتاع كول تيومنج وتعليم بتبقى ريجكتد ما ينفعش تستخدمها تاني. طيب بتعملوا تيست للبي او بي كل قد ايه؟ كل جوب بالنسبه لهنا بريشر تيست؟ اه بريشر تيست كل جوب. كل جوب كل جوب يعني ايه كل جوب؟ ما اكيد كل جوب طبعا. لا تيست بريشر يعني فوق فوق الوركينج بريشر يعني 1.5 وركينج بريشر. بريشر تيست بتعرض البريشر اكويبمنت للبريشر بريشر كنترول اكويبمنت للبريشر تيست. جوب يطول تقريبا اسبوع اقل خمس ايام يسوون البريشر تيست. هو مفروض اول ما تعمل ريجنج اب على الكريسماس تري بنستخدمها ده تيست. اي ريبير بيتعمل او ديسكونكشن بيتعمل تيست على الريبير بوينت دي. اوكي. During بقى الاوبريشن لو الكول تيوبنج دي مثلا الجوب بتاعها هيفضل وقت طويل مثلا هيقعد شهر. انا اشتغلت قبل كده بكول تيوبنج يونت شامبر جير كنا شغالين 2 مانس على ويل اكسبلوريشن فارم، كنا بنعمل اسيدايزنج لثلاثه لاتلر وكنا بنعمل لوجينج جوب وكان قصه كبيره كده. امتى اعمل بقى بريشر تيست؟ During الاوبريشن نفسها. بس انا ما جاي افكر بالبريشر تيست، جاي افكر ايش قد اخذت ستاند باي. جد جواب حلو تفضل هذا. لا بالنسبه هنا للاوبريشن ما يعني ما شفت في يوم عاده وبريشر تيست، بس بدايه الرقب كملوا بريشر تيست بدوا الاوبريشن خلاص. لا بتعمل طبعا ديرنج الاوبريشن لازم. ازاي؟ لا مش والله ما شايف. ما يعني. طب شايك كده شايك عندك في شامبر جير المفروض كل اسبوع بتعمل بريشر تيست. ايه واحنا الجوب مالتنا ما يطول اسبوع. لا ما لو اخذ اكثر من اسبوع بتعمل كل اسبوع ديرنج الاوبريشن يعني. شيك وهي السيتي و جماعه الكوتيو. تمام.
طيب طبعا بالنسبه للبي او بي لازم طبعا يبقى ليه انسبكشن او سيرتيفيكيشن. الانسبكشن ده بيتعمل كل قد ايه بقى للبي او بي؟ انسبكشن انوال قصدك سنه؟ انتوا عندكم ستيم 1 وستيم 2 وستيم 3 صح؟ الستيم 1 ده بيتعمل ديلي فيجوال انسبكشن على البي او بي. مثلي اكو الستيم 2 ده بيتعمل مانثلي، المفروض البي او بي يرجع اليارد ويتعمل له بريشر تيست وتشيك في اليارد. المفروض يبقى في واحد تاني على اللوكيشن عشان يتعمل له ريجنج اب، وفي واحد بقى انوالي. انوالي ده بيتعمل ديس اسيمبل بقى لكل الكومبوننت وتعمل لها تشيكنج، وده ممكن يتعمل بثيرد بارت كامبل المانيفاكتشر نفسه يعني، او في بعض الشركات بيطلبوه كل 6 شهور حسب الكلاينت يعني. تمام. طيب تعال نشوف بقى السيكونس او البروسيدرز بتاعه البريشر تيست. هنا اول حاجه عملنا نب الاب للشير سيل على الويل هيد على الكريسماس تري. فاول بريشر تيست هيتعمل دي البامب ودي اللاين بتاع البليد اوف ودي اللاين ده السيرفيس لاين لحد الريل. هعمل ايه؟ هفتح الوينج فالف واقفل اللور وافتح التوب واعمل بريشر تيست فروم بيلو، اقفل الشير سيل واعمل بريشر تيست ان هو بيهولد بريشر فروم بيلو انكلودنج طبعا السيرفيس لاين دي كلها لحد الانلت بتاع الريل. تمام كده. طيب التست الثاني لو انت عملت نب الاب كده ممكن تحط تيست كاب هنا في الاند بتاع الكول تيوبينج وتبدا تعمل بريشر تيست للريل نفسها انكلودنج الريل فلاش طبعا الاول، وفي ساعات بتضرب البول اكبر بول عندك عشان تتاكد انه ان هي تعدي من الكول تيوبينج لو حبيت تضرب بول وتاكتيفيت اي تول زي الديسكونكشن او السيركوليشن سب. فهنا بتعمل ايه؟ بتعمل بريشر تيست للسيرفيس لاين لحد اجينست التست كاب. يبقى انت عملت بريشر تيست على الريل كلها بالسيرفيس لاين. طيب البريشر تيست الثالث بعد بتعمل نب الاب للبي او بي اللي هو البلايند رام اللي هو السيلينج رام يعني، لازم تعمل له بريشر تيست فروم بيلو. فهنعمل ايه؟ التيست هيجي من الوينج فالف بتاع الكريسماس تري against الفالف ده، البريشر تيست يجي من تحت كده يخبط في البلايند رام المقفوله يتعمل له بريشر تيست. يبقى الرماد يبقى الرمتين الوحيدين اللي بيتعمل لهم بريشر تيست من الكريسماس تري هم الشير سيل والبلايند بس، بقيه التستات كلها اكوردنج للاي بي اي بتتعمل عن طريق الريل، ده الستاندرد. طيب تعال نشوف هنا لو عايز اعمل بريشر تيست للستريبر اسامبلي بضخ من خلال الريل، الفلو بيطلع انت قافل هنا الشير سيل فالاريا دي كلها فيها بريشر، بتشوف هل الستريبر سيلينج اراوند الكول تيوبينج ولا لا. ايه التست كمان عايزين نعمل بقى؟ تست على اخر سيلينج رام اللي هي البايب رام. فالتست ده لازم يتعمل عن طريق الريل، هترفع بريشر في الريل من البامب والبريشر يجي كده الريل الرام مقفوله على الكول تيوبينج وقافل انت الشير سيل هنا، بدل ما تعرض بقى السواف فالف هنا للبريشر هو قافل الشير سيل. طيب وبعدين البريشر يصعد يخبط في البايب رام من اسفل يتعمل لها بريشر تيست. طيب في الحاله دي انا عايز اعمل بريشر تيست تشيك فالف، التشيك فالف بتضخ من خلاله بيفتح وان واي بيهولد بريشر فروم بيلو، لازم يتعمل له هنا انفلو تيست عشان تتاكد انه بيهولد البريشر فروم بيلو الكول تيوبنج ما يطلعش بريشر جوه الكول تيوبنج. هعمله ازاي في الحاله دي؟ الفلو تيست راح يصير باتجاه الفلو هو البريشر تيست. هعمل ايه برضه؟ يعني هعمل ايه؟ قول لي هتعمل كذا. انت عامل بريشر تيست دلوقتي اهو الريل فيها بريشر واوتسايد طبعا الريل في الانولس دي حوالين الكول تيوبينج هنا اجينست الشير سيل مثلا او السواف فالف في
بريشر. اوكي. طب عايز اعمل بريشر تيست على تشيك فالف اللي موجوده في الاسامبلي اللي هو تحت هنا في الاريا دي. اضخ بالكويل. ما انا ضخيت من الكويل اوريدي اهو. ما البريشر من الكويل. من الكويل. هنسوي ليد اوف الكويل. بالظبط الله يفتح عليك. هتيجي تعمل بليد اوف للكويل البريشر اللي جوه الكويل. فخليت البريشر اللي تحت اللي في الفير اللي تحت اللي تشيك فالف اكبر من البريشر اللي جوه الكويل نفسه. كده عملت انفلو تيست. وتشوف الجيج بتاع البامب لو ما عملش بيلد اب تاني يبقى انت كده التشيك فالف هولدنج بريشر فروم بيلو. لو عمل بيلد اب يبقى التشيك فالف باسنج البريشر. دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تعمل منها بريشر تيست. في شركات بتبدل للزيرو وفي شركات بتبلل للسيرتن فاليو حسب الريكويرمنت. بس خد في اعتبارك ان لما تبلل للزيرو ما تعديش الكولابس ريتنج بتاعه الكول تيوبنج. تمام؟ عشان ما يحصلش البريشر يبقى اكبر بره من جوه يحصل كولابس للبايب. مفهوم يا شباب؟ تمام؟ يا شباب واضح ولا ايه؟ واضح واضح. اوكي تعالى بعد كده نتكلم على السي تي بوتوم هول اسامبلي. ايه الستاندر بتاعت الكول تيوبينج بوتوم هول اسامبلي؟ في ستاندر او كونفيجريشن معين ثابت لازم يبقى ان سيكونس بالترتيب كده وليه كل حاجه لها سبب. فاول حاجه الكول تيوبينج وبعد كده الكونكتور. الكونكتور اللي بيربط كونكشن ما بين الكول تيوبينج ممكن يبقى external or internal connection وبيديك connection تربط فيه البوتوم هول assembly بتاعك. تالت حاجة لازم تتحط الـ check valve اللي هو twin check valve two check valve واحد back up للتاني. وبعدين بالترتيب الـ release sub وبعد كده الـ circulation sub وبعد كده دي optional tool اللي هو ممكن تبقى بقى down hole motor jetting bull nose bridge plug حسب الجوب logging tool whatever. لحد رقم خمسة دي لازم تبقى بالسيكونس ده. طبعا الريليس صب الغرض منه بيتقسم نصين في كونكشن في النص بشير صب بن بيتقسم نصين لو انت استقيت وعايز تطلع بالكول تيومينج وتسيب الاستاك اسمبلي في اللول. السيركوليشن صب بترمي بولا البولا طبعا تبقى اصغر من البولا اللي فوق بحيث انها تعدي من الريليس صب تنزل في البروفايل بتاعها تبدأ مع البريشر تفتح بورت تقدر تسركل منها لو البوتوم بتاعك استك لو البوتوم بتاعك حصل له بلاجنج يعني مش عارف تسركل من خلاله. ده اوبشن الاثنين دول لازم يكونوا موجودين. ما ينفعش مثلا فور اكزامبل احط السيركوليشن صب فوق التشيك فالف. ليه؟ يلا جاوب جاوب ما هون. ايه السبب يا شباب؟ ما ينفعش احط مثلا السيركوليشن صب فوق التشيك فالف على طول. بدأ بس السؤال مرة ثانية. بقول ما ينفعش احط السيركوليشن صب في الاسمبلي بالغلط احطه فوق التشيك فالف. ليه ما ينفعش؟ ليه لازم الترتيب ده ما ينفعش السيركيشن صب يجي فوق التشيك فالف؟ من هذا التشيك فالف اكيد وين واي؟ لا عشان التشيك فالف لو اتحط فيه السيركيشن صب وفتحته هو على طول هيبقى مفتوح يبقى التشيك فالف ملوش لازم اي حاجه هتعديه في القنص وتخش في السترنج بتاعي. هو اصلا التشيك فالف محطوط عشان ما يعديش حاجه في جوه الكول تيوب باك عشان كده السيركوليشن صب يبقى تحتيه شويه. تمام. طيب تعال نشوف بقى التايلز بتاعت الكونكتور. الكونكتورز اللي بتعمل ما بين الكول تيوب ممكن يبقى اكسترنال او انترنال حسب المينيموم اي دي اللي موجود اللي نازل جواه في التيوبنج. بتحدد اذا كنت هتعمل كونكتور اكسترنال فبيبقى الاو دي اكبر شويه من الاسمبلي او انترنال يعني الكويل هي اللي جوه الكونكتور نفسه. فهنا كويل تيوبينج ده حاجه اسمها ديمبل كونكتور ممكن يبقى اكسترنال اور انترنال. ده عباره عن ايه؟
بيبقى فيه ديمبل تول كده بيبقى عبارة عن شوية سكروز ماسكة الكويل تيوبينج بالكونكشن دي تمام؟ وفي أورينج يعمل سيلينج ما بين الكويل تيوبينج والكونكشن نفسها وبعدين بركب البوتوم هول أسيمبلي في الكونكشن ده عبارة عن ست سكرو اللي هي دي المسامير دي. طيب في نوع تاني اسمه جرابل كونكتور ممكن برضو يبقى انترنال او اكسترنال الجرابل ماسك من برا او الكول تيوبينج هي اللي ماسكة يعني الكونكتور ماسك من برا او من جوه. ده جرابل عامل زي الجرابل بتاع الفيشنج تول فيشنج تول يعني. طيب الجرابل ده برضو بيبقى فيه برضو ست سكرو كده وفي اورنج يعمل السيل. في تايب تالت اسمه الرول اون يبقى عبارة عن زي رولينج تول كده او كريمبينج تول بتعمل رولينج للاريا دي فبتخلي الكويل تيوبينج مع الاريا دي حتة واحدة كده رول اون. الرول اون ده تايب شوية ضعيف وبيستخدم مع اللو تورك تنسال سترينث اوبريشن يعني الاوبريشن اللايت اوبريشن ما فيهاش روتيشن او مثلا ما بتعملش ميلينج والكلام ده كله. الموست كومن تايب الحقيقه اللي بنشوفه هو الديمبل كونكتور ده بيبقى اقواهم وافضلهم يعني. في ديزاين تاني اللي احنا كنا بنقول عليه لو عندك اي كويل جوب يعني الاي لاين داخل جوه الكويل ولازم يتعمل له كونكتور في الاخر فده سبيشال كونكتور اسمه الكتريكال كونكتور وطبعا لازم تتاكد وتست عليه كويس انه بيوصل الكتريستي من السيرفيس عشان تضمن انه ينقل لك الريل تايم داتا من الداون هول ساعه اللوجنج للسيرفس. طيب هنيجي بعد كده نتكلم على التشيك فالف ده طبعا ستاندرد تول ديفرنت تايب من التشيك فالف في اربع انواع. نوع اللي هو رقم واحد ده البول تشيك فالف بولا وفي نوع تاني اسمه الدارت شبه شكل البولا بشويه كده. النوع الثالث ده الفلابر والنوع الرابع عبارة عن سبرينج ريتيرن تشيك فالف كلهم وان واي. الافضل بالنسبة لي ككول تيوبينج اوبريشن انهي نوع منهم اللي بيستخدم؟ كول تيوبينج احنا صراحة ما عندنا معلومة الفلابر بس هو بالعادة الفلابر الفلابر ليه الفلابر؟ علشان لو حبيت ترمي لونشنج بول تفتح بيها سيركوليشن صب او ريليس صب تحت التشيك فالف مع البامبنج ورا البوله دي الفلابر هيفتح ويعدي البوله. لكن هو لو سبرينج او بول تايب البوله اللي بتترمي هتريح مش هتعدي. ده السبب انك تستخدم البوابه الفلابر تايب مع البامبنج. يعني انت بترمي البوله من لونشر صب كده موجود على الانلت بتاعت الريل وتسركل وراها كباست الريل لحد ما تحسب حسابات قدي فوليوم لحد ما تعمل لها لاندنج في المكان بتاعها. اول ما تيجي على التشيك فالف مع البامبنج التشيك فالف هيفتح هيعدي البولة لحد ايه السيد بتاعها اسفل تعرف تعمل الفانكشن بتاعتها. فدايما بيستخدم الفلابر تشيك فالف. في نوع خامس بقى اسمه بريشر ريتيننج تشيك فالف ده شغال تقريبا ب الديفرنشال بريشر. طيب في بعد كده الطول زي الريليس صب. الريليس صب ده عباره عن ايه؟ عباره ليها ثلاثه تايب. الثلاثه تايب دول رقم واحد اهو اللي على اليمين ده عباره عن بول اوبريتد ريليس صب. يعني ايه؟ برمي بوله من على السيرفس بسركل وراها بتسيد في مكانها برفع بريشر بيجي شايفين الشيرد بن ده البن ده بيجي يتكسر بتتقسم الحته دي تو بارت. البارت اللي فوق ده بيطلع مع الكول تيوبينج وبسيب السكشن الثاني ده تحت مع الستاك تول جوه الويل. ده في حاله طبعا ايه لو انت شديت كذا مره وخلاص استكيت فلازم تعمل ريليز فبترمي البوله بتعمل ريليز من البوتوم هول اسمبل المستك في الهول. تاني نوع بريشر اكتيفيتنج ريليز صب هو شغال بالبولا وديفرنشال بريشر انسايد واوتسايد الكول تيوبينج. في النوع الثالث ده
اللي هو التنشن اكتيفيتد بالتنشن بس. في ليميت معين للاوفر بول لو شديت عليه يشير السكرو ده او المسمار ده. طبعا النوع ده مش دايما بنستخدمه لان انت ممكن بالغلط شديت زياده على الكول تيوبنج فتعدي الليميت ده تلاقي نفسك مشير البوتوم هول اسمبل. النوع الاولاني ده هو الكومن تايب البولا مع البريشر، وساعات بنزود مع البريشر شويه تنشن عشان نساعد في الريليز اسرع يعني. اوكي يا شباب. طيب تمام. في بعد كده بقى اوبشنال تول استخدمها زي الريفرس سيركيليشن بول نوز، زي البورت او الجيت نوزل تعمل بيها واشنج او جوب اسيد، زي الدريلينج موتور تعمل بيها روتيشن، ممكن كمان يبقى دريلينج بيت مناسب للسايز بتاع الهول اللي انت بتعمل بتحفر بيه ده في الدريلينج طبعا ابلكيشن، بلايند بوكس للفيشنج تول برضو، كيسنج كاتر نفس تقريبا الفيشنج تول اللي بنستخدمها مع السترينج العادي برضو ابليكابل مع الكول تيوبينج اندر ريمر. في تول تانية بقى هنا اسمها سي تي تراكتور، ما اعرفش سمعتوا عنها ولا سمعتوا عنها؟ صراحة لا، بس اعتقد يعني هي بس مجرد انه مثلا بالهوريزونتال بالضبط بيها مثل ال شو اسمها عبارة عن عجل او ويل بيساعد انك تبوش الكويل تيوبينج ماكسيمم تو ماكسيمم ديبس هوريزونتال ويل او هايلي ديفييتد ويل. هي تول بتركب فور اسمبلي بتاعك، ودي على فكرة ليها سبيشال كومبانيا سيرفيس كومبانيا، بتنزل بتبقى عبارة عن ويل كده عجل، والويل ده ريتراكت في مكانه بيفتح مع البامبينج، اول ما تبامب جوه الكويل تيوبينج عند ديفرنشال بريشر معين بيبدا يفتح. فبيعمل ايه؟ بيمسك في الوول ويبدا او الهول ويبدا يعمل لك بوشنج للكول تيوبنج، لان طبعا الكول تيوبنج ليها ليميت في الهوريزونتال ممكن تعلق يحصل لها لوك اب. فالتراكتور ده بيساعدك انك تبوش الكول تيوبنج تو ماكسيمم ديبس مثلا عشان تعمل لوجنج او ديفرنت مثلا ستيموليشن جوب. ودي انا استخدمتها في مره في نفس الويل اللي هو الاكسبلوريشن ويل نزلنا بيها، بس مشكلتها ان انت لازم تبامبينج اول ذا واي وانت بتعمل لها اكتيفيشن يعني. طيب في حاجه تاني اسمها سي تي ام ال تي، اللي هو لو عندك كذا لاترال جوه الويل مالتي لاترال، دي مالتي لاترال تول بتحدد لك انت فين عايز تخش بالكول تيوبنج في اي لاترال. طبعا كل لاترال بيبقى لها مثلا ازموس معين زاويه معينه، فالتول دي شغاله بالبامبنج شغاله بالديفرنشال بريشر وبتتحط فوق التراكتور تول. بتيجي كل سيركيليشن مع البامب ترن البامب وشاطل البامب، التول دي زي ما بتلف في التول دي بتلف حوالي 10 ديجري عشان تبدا تبحث عن الانجل او اللاترال اللي انت عايز تعمل running inside. وبتعرف ازاي؟ اول ما البريشر بيبدا يضرب معنى كان ان التول بدات تخش في اللاترال اللي انت محتاج تنزل جواه. دي طبعا بيستخدمها في الابار اللي فيها مالتي لاترال، يعني بير فيرتيكال وفي ثلاثه لاترال موازين لبعض كل واحد منهم عايز تخش جواه تعمل سبيشال جوب. شفته ده قبل كده؟ ايوه نسيت شنو اسمه، بس هو مستخدمين احنا باكتيف جوب. ده انت عندكم يعني في شامبر جير، استخدمته في شامبر جير برضه موجود سي موجود سي تي تاور، اسمه سي تي تاور بالضبط. نعم موجود اللي هو عندنا. اللي هو الجاكينج سيستم اللي انت فيه لو عندك لونج بوتوم هول اسمبلي، بدل ما تجيب كرين ويبقى فيه ريسك والكلام ده كله، بتجيب بقى بتعمل بيلد اب للتاور ده سيكشن فور سيكشن كده، وعلى الطب بتحط الانجكتور بفور جاكينج سيستم هيدروليك بريشر، ولو عايز ترفع بترفع الجاك من فوق هنا ما بتحتاجش كرين، فبيديك سيف للأوبريشن نفسها. طيب اتكلمنا على الإكوبمنت، تعالى بقى واحنا بنتكلم في أول المحاضرة بنتكلم على ايه الأسباب اللي بتسبب الكول تيوبينج دامج فاتيج أو الفيلير. في different causes أو factor بتأثر على اللايف بتاع الكول تيوبينج، وانا هنا بحاول دايما امينيمايز اي افكت ممكن يحصل علشان ازود
اللايف بتاع الكويل نفسها. فمن بعض الأسباب اللي ممكن تأثر على الكويل تيوبينج لايف وتعمل فتيج اللي هو الانترنال بريشر العالي، بريشر الضغط عالي جوه الكويل وايل سايكلينج وايل بيندينج، يعني بيحصل بيندينج وفي بريشر عالي جوه الكويل تيوب. السبولينج نفسها لو ما تعملش بطريقه مظبوطه للكويل على الريل بيأثر على الاسترس، بيعمل استرس زياده على الكويل تيوب. الاستورج لما تيجي تعمل استورج للكويل تيوبينج بعد جوب فور لونج تايم هتسيبه شويه الريل، لازم تعمل ايه؟ تابلاي جريس على الكويل تيوبينج وتعمل كفرنج للكويل تيوبينج عشان تعمل بروتكت اجينست الايه الصن او الهواء او الرياح او الكلام ده كله، فبتمنع وبتحافظ على السيرفس كونديشن بتاعه الكويل نفسها. الريل ريديوس عامل معاك، فاكرين الريديوس اللي قلنا عليه؟ كل ما تزود الريديوس بتدي ستريس اقل على الكويل تيوبينج. الجوز نيك نفسها اللي بيعدي عليها ماكسيمم بيندنج، كل ما تزود النمبر او الديزاين بتاع الرولر نفسه بيديك ليس فليكسيبيليتي للكويل وهو معدي اوفر الجوز نيك. الريج اب الاينمنت لما تعمل ريج اب للكويل تيوبينج في السنتر وانت نازل جوه الويل، ده بيمنع ان الكويل نفسها يحصل لها سكراتش في البي او بي او سكراتش جوه الويل او في الويل هيد، فده بيحافظ لك على اللايف بتاع الكويل نفسه. الكروزيف فلويد لو بتضخ اسيد لازم زي ما قلنا نحافظ على برسنتج معينه من الكروجن انهبيتور. الاكسيال لود الحمل نفسه اللي على الكويل بيضعف التنسايل سترينث بتاع الكويل تيوبينج لو انت هتعمل هانج للكويل تيوبينج فور لونج تايم. وطبعا التراكشن بريشر الفورس اللي بتابلاي لو زودتها زيادة على الكويل ممكن مع الوقت تعمل سكراتش ودامج للكويل تيوبينج، فده بيأثر على البروبرتيز واللايف بتاعت السي تي. طيب دي أول حاجة، أول عدو للكويل تيوبينج اللي أنا كنا بنتكلم عليه اللي هو إيه؟ الفتيج اللي بيحصل نتيجة البندنج سايكل اللي هو راوند ستريت راوند راوند ستريت. فالوضع ده والكويل تيوبينج طالع نازل وفي انترنال بريشر جواها بيبدا يعمل افكت على اللايف وياثر على الكويل تيوب. السؤال بقى هنا اللي دايما بيجي، لو بصيت على الكويل تيوبينج هنا رقم واحد ده بيندينج ايفنت حاصل وبعد كده بيحصل ستريت للكويل تيوبينج وبعدين بيندينج على الحته دي رقم اتنين وبعدين ماكسيمم بيندينج هنا وبعدين ستريت تاني للكويل تيوبينج جوه الويل، وانت طالع هيحصل العكس راوند تريب، هيحصل رقم 4 بيندينج بيندينج ستريت وبعد كده ييلد تاني وبيندينج لرقم 6. كم منطقه بيحصل فيها البيندينج؟ 3 مناطق، ادي 1 2 3 بتاخدت الويل. فالكويل تيوبينج في الراوند تريب بتتعرض لثلاثة بيندينج سايكل، كل سايكل من دول فيها 2 بيندينج ايفنت حدثين طالع نازل. فالكويل تيوبينج بتتعرض ل 6 ايفنت و3 بيندينج سايكل. وده سؤال بيجي فيه دايما في الامتحان بيسالك عن النمبرز بتاعه الايفنت والبيندينج سايكل اللي بتحصل ثرو الكويل تيوبينج في الراوند تريب. هي 3 اماكن بيحصل فيهم سايكل يعني طالع نازل، كل واحد باتنين يبقى 3 في 2 ب 6 هم 6 بيندينج ايفنت زي الفيجر اللي قدامك ده بالظبط. واضح يا شباب؟ طيب بعد كده هنيجي نتكلم على حاجه اسمها الاوفاليتي. ايه الاوفاليتي دي؟ تعرف ايه عن الاوفاليتي بتاعت الكويل تيوبينج اصلا؟ طب ايه معنى الاوفالتي بالعربي كده؟ تعال مايك خلينا نسولف. الايه؟ شنو هي؟ الاوفالتي. اوفالتي؟ اوفالتي هو المكتوبة قدامك دي. ما اجراها اوفالتي بس يصير استخدم ترانسليت. الأوفال يعني الشكل الهلالي بالعربي كده. أوفال؟
اوفال اه جاي من اوفال الشكل الهلالي اها بس يعني ايه الكول توبنج هي متصنعه ازاي متصنعه ان هي راوند كول توبنج دائريه كروس سكشن بتاعها طبعا هي اكيد بعد المانيفاكتشر ما بتجيش 100% يعني داير يبقى في حته منها في حتت منها بتبقى شويه فيها اوفال مع الاوبريشن بقى الهاي بامبنج بريشر جوه الكويل تيوبينج مع السايكلينج اللي بتحصل بيبدا يحصل اوفال شيب للكويل نفسه يبقى اوت زي ما انا مكتوب كده الكويل تيوبينج تبقى اوت اوف راوند طيب هقيس البرسنتج بتاعه الاوفاليتي ازاي هي بتتقاس مع الانسبكشن او دورينج الجوب ساعات بيركبوا على الكويل نفسه رانينج كده طول معينه او جهاز معين بيقيسه بتتقاس ازاي لما الشكل ياخد شكل الهلال ده بيكون ماكسيمم ودي هي الاريا دي والمينيمم ودي هو الاريا دي مظبوط كده فبيحسب ازاي بيحسب الماكسيمم ودي ويطرحه من المينيمم ودي ويقسمه على الودي اصلا بتاع الكويل تيوبنج هو راوند يطلع له برسنتج معينه معظم الشركات لو الاوفاليتي بتاعت الكويل تيوبنج في الاوبريشن زادت عن 5% اكتر من 5% هتبقى الكويل تيوبنج دي اوت اوف سيرفيس مش هتنفع تشتغل معاك و5% ده رقم ستاندر ولازم تبقى عارفه عشان بيجي عليه سؤال في الامتحان برضه طيب طبعا انا مش هقيس بقى بمقياس زي ده كده انا هقيس بقى عباره عن تول ديرنج الاسبكشن بتعدي تقيس للاوفاليتي بتاع اللينس كله بتاع الكويل يقول لي في سكشن معين اوفاليتي فيه كذا ده ريجكت طيب ايه تاثير الاوفاليتي اصلا على الاوبريشن ليه لما الكويل تيوبنج تبقى اوفاليتي الشيب بتاعها اكتر من 5% برفضها في الاوبريشن ليه يعني طب ما شغاله وزي الفل ايه المشكله يعني ايه اكتر عنصر بيتاثر معايا من الاوفاليتي بتاعت الكويل تيوبنج الثيكنس بيقل في الاريا دي في الاوفال الثيكنس ده بيكون قل صح لما الثيكنس يقل الكولابس ريزيستنس من بره يقل الثيكنس ضعف فالكولابس ريزيستنس بتنهار خلاص يبقى اي بريشر عالي من بره ممكن يعمل كولابس للكويل دي اول بروبريتي هذه من يكون يسوي رانن هول يعني الداخل رانن هول او اوت اوف هول يعني انت هتقيسها على الريل يعني الريل كلها بتمررها عشان تقيس فيها الاوفاليتي قد ايه او سيكشن معين انت شاكك فيه مثلا طيب ايه مشكله ان الكويل تيوبنج تبقى شكلها اوفال كده شكل الهلالي ده احنا قلنا الاسترنس بتاع الكولابس بيقل مع الريدكشن بتاع الثيكنس ايه تاني في الاوبريشن بيأثر معاه لو عندك اوفال كويل تيوبنج في الاوبريشن بتاعتك نازل في الويل او طالع من الويل ايه الحاجات اللي هيتاثر ويجي عندها ويعمل ريستريكشن السيلينج بتاع البي او بي جوزنك بالظبط الجوزنك هيجي عند الجوزنك يهنج الستريبر اسيمبلي ممكن ما يعرفش يعمل سيل اراوند يستك البي او بي نفسه الباي برام لو قفلته على اوفال بي او بي مش هيديك السيل المطلوب ان هو مثلا مخصص ل 3.5 انت كده بقيت اكتر من 3.5 ما يعرفش يعمل لك سيل للولد دي كويل كنترول كاوبريشن عشان كده 5% هي الليميت بتاعنا اوكي طيب في ايه تاني ممكن ياثر معانا ممكن ياثر معانا لو بتضخ زي الاسمنت وساند لادن فلويد يعني فلويد فيه ساند كساند كنترول اللي هي بيسموها الابريسيف فلويد الابريسيف فلويد دي بتبدا تعمل كونتاكت outside وانسايد الكويل تبدا تعمل وير تبدا مع الوقت تعمل فتيج في الكويل تيوبنج ده برضو وتقلل عمر الوركينج لايف بتاع الكويل نفسه طيب في حاجه تاني التنشن او الهانجنج ويت لو هنكت الكويل تيوبنج فتره كبيره
بيبدأ يضعف معاك التنشن بتاعت الكول تيوبين. مع التنشن يبدأ يأثر معاك في الكولابس ريزيستنس بتاعت البايب. في حاجة كمان اللي هي ايه الباكلينج، عشان كده كنا بنحط ايه الرولر ده او التراكتور عشان يساعدنا ما يحصلش باكلينج والكول تيوب تتلفش حول نفسها ويحصل بوش للكول تيوبينج ايزلي في الهوريزونتال سيكشن. الباكلينج ده سبيشال بيحصل طبعا اكتر في الهايلي ديفيتد والهوريزونتال سيكشن. في تو تايب من الباكلينج نفسه. الباكلينج طبعا بيحصل مع الكومبريشن عكس التنشن. في نوعين، في نوع اولين اللي على الشمال ده اسمه ساينوسايدال باكلينج. جه منين الساينوسايدال؟ من الاس، من ساينو الاس شيب ده. وفي نوع تاني لو زودت هنا الوزن زياده يبدا الكول تيوب ما تتحركش، تبدا تلف حوالين نفسها، يبدا تروح للشكل التاني اللي هو الهيليكال باكلينج اللي هو الشكل الراوند ده. لو حطيت وزن زياده الكول تيوب ما تتحركش، بس حصل لها مور كومبريشن، بيبدا يحصل حاجه اسمها لوك اب، يعني حطيت الوزن كله والكول تيوب مش معديه. ده بيأثر برضو على الفتيج بتاعة الكويل تيوبينج مع الوقت، ممكن يعمل لها cut or damage للبايب. كل دي سورس للدامج واحنا شغالين كده. في حاجة كمان، فاكرين الانجكتور اللي بيعمل grip وبيمسك على الكويل تيوبينج، الفورس اللي بنحطها عشان نمنع البوشينج اوت او نعمل snubbing in. لو انت زودت الفورس بتاع الانجكتور الهيدروليك بريشر الانجكتور على الكويل، ادي العلامات او المارك اللي ممكن تحصل على الاودي بتاع الكويل تيوب من بره مع الوقت، دي جايه من الانجكتور تشين نفسها، دي سورس للدمج. والسليب بايب، فاكرين السليب بايب؟ اللي ما احنا قلنا السليب بايب المفروض ان هو يعمل هانج للوزن بتاع الكول تيوبينج، وقلنا ساعتها بعد ما استخدمه لازم اطلع مسافه عشان ابص على الكول تيوبينج بعيني كده من بره، ان اتاكد انه ما فيهاش سكراتش او دامج. دي مثلا بوينت حصلت في الكويل نفسه نتيجه انه في وير نفسه في السليب رام في التيث نفسها بدات تعمل كونتاكت مع البايب، ودي سورس للدامج مع الوقت. ايه كمان؟ الكراك والبيتنج. البيتنج الاول بيبدا يحصل بعد طبعا الفتيج، يعني بيبدا يحصل بيتنج سمول هول كده. طبعا ممكن البيتنج ما يبانش معاك بعينيك بس بيبان في الانسبكشن، خصوصا لو انت في كوروجن فلويد بتضخها او تريتمنت فلويد او كمان اتموسفيريك كوروجن او كومباينيشن من الاثنين ده كله، ممكن يحصل انترنال بيتنج او يحصل من الاوتسايد. ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ميتال ديجريديشن، يعني بيقلل الكابابيليتي او البروبرتيز بتاعه الميتال سيرفيس بتاع الكويل نفسه. بعد البيتنج بقى لو العمليه زادت والهول دي تبدا توسع تعمل حاجه اسمها كراك. الكراك ده ممكن يبقى ليه كذا شكل، طولي وعرضي كده وشكل انجل. الكراك ده بيحصل ايه؟ بيحصل بعد البين هول، بعد الهول الصغيره لو ما خدتش بالك منها، بيبدا الكراك مع البامبنج يزيد، ممكن يعمل كت ولوست للكول تيوبنج في الويل. في حاجه كمان اسمها الابريشن، دي بتقلل الثيكنس بتاعه الكول تيوبنج، وجايه نتيجه ايه؟ بيقول لك دايركت كونتاكت ويز ويل بور تيوبلر او في حدوث كمان الباكلينج، يعني بيحصل سكراتش للكول تيوبينج وهو على الهايلي ديفييتد ويل او هوريزونتال ويل احتكاك. او لو انت مش مسنطر الكول تيوبينج في الالاينمنت بتاعك، فبتيجي الكول تيوبينج هو طالع نازل يحك في الوول بتاعه البايب او في البي او بي ميتال، فيبدا يعمل لك سورس للدمج وير للبايب نفسها فروم اوتسايد. حتى هنا بيقول لك كان بي برضه لونجيتيوندال ده سكراتش الطولي ده ممكن يجي اهو كونتاكت وشارب ايدجز ان ويل بور جنك ولا حاجه بي او بي اكويبمنت، وممكن يحصل كمان دامج من السبولينج والان سبولينج الاوفلود واللودينج والاوفلودينج. لو ما اتعملش بطريقه صحيحه ممكن يعمل دامج او فتيج للبايب نفسها. طيب
هنكتشف ازاي كل الفيلير او الفتيج اللي موجوده في الكول تيوبينج. لازم يحصل حاجه اسمها انسبكشن للكول تيوبينج كل فتره حسب طبعا البوليسي بتاع الشركه وحسب الاي بي اي او حسب الريكويرمنت بتاعه الكلاينت او بتاعه شامبرجير. كل كام رنه لازم بيتعمل لها فول انسبكشن او انسبكشن بطريقه معينه. من الحاجات اللي هي بتعملها انسبكشن للكول تيوبينج بنمررها على جهاز كده او سيستم اسمه ماجنتيك فلوكس ليكج سيستم. ده مثال لما بيعدي الكويل بيتعمل له 360 درجه كفر للبايب فروم انسايد واوتسايد، بيكتشف لو في وير، بيديك ريبورت كامل بقى انر دايمتر في الوول ثيكنس قد ايه، ديتكت الكوروجن والبيتنج واذر ديفكتس، اي عيوب موجوده. طيب وبيستخدم الماجنتيك فيلد ليه؟ عشان لو في اريا فيها ليك او لوس بيبدا يروح كميه كبيره من الماجنتيك فيلد نفسه يليك في الاريا دي، فيريبورت معاك ان الاريا دي فيها ليكج او دروب في الميتا ثيكنس بتاعها. نفس الكلام بتعمله البايب عاديه. ده طبعا مانداتري كل كام رنه بيتعمل حسب البوليسي بتاع الشركات، ومنها بيتحدد طبعا الريميننج لايف بتاعت كول تيوبينج دي قد ايه.